وسهلا فيكم يا أحلى ناس. فانوليليا يا أهلا وسهلا بكل الناس. طبعاً إحنا اليوم كتير مبسوطين لأنه عيد ميلادنا، ونشكر كل الناس اللي حديت الآن بعتولنا تهنئات بعيد ميلادنا. اليوم مليء في المفاجآت من الصبح لليل، ومن هاي المفاجآت ماما جهزت لنا، يعني رح تودينا على الصالون عشان ندلل حالنا وندلع حالنا. هاي المفاجأة. قبل ما نمشي لا تنسي تعمل لايك شير وسبسكرايب. هلا 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 بسرعة وقفوا الفيديو وروحوا اعملوا سبسكرايب. يلا تعالوا معنا إذا عملتوا سبسكرايب. خلصت السشوار ضل الجديدين. أكل بحفول بقى أصابي، بس طبعاً أنا مقصيتهم. طبعاً هلأ خلصت تسريحتي، هاي هي نفسها. هلأ لازم بدي أحط خيارات على عيوني وأحط شوكولاتة عشان يصير وجهي ناعم. وقت الماسك تاع الشوكولاته، عشان انا بحب الشوكولاته. وهلا طبعا جهزت هالمفاجاه وخلصنا المفاجاه الاولى، هلا رايحين على المفاجأة الثانية، بس شو هي ما بنعرف. وقبل ما نروح للمفاجأة الثانية، شكرا كثير لماما، واحنا ما كنا نتوقع هاي المفاجأة. طبعا هذا العيد ميلاد غير عن كل عيد ميلاد. هو اليوم انتوا بابا حتختاروا الكيكة اللي بدكم اياها. طب شو عم بتفكروا انتوا ايش الكيك تكون؟ كيكة ايس كريم. بدي كيكة ايس كريم لولو؟ انا اللي عملتها. طيب والشكل ايش بدك اياه انت يا جوجو؟ انا بدي اياه شكل مش هيك. لا احنا معانا عمو ابو امير اللي هو صاحب محل سلينا كيك اللي احنا فيه. اهلا يا جوان ومليان، نورتونا اليوم. الله الله يسعدك يا رب ويرضى عليك. اليوم احنا جايين عشان عيد ميلاد دولو وجوجو. طرف لنا احنا كسلينا كيك نكون في عيد ميلاد جوان ومليان. الله يسعدك. هون في عندنا مجموعه صور تقدروا تتفرجوا عليهم، هذا كل الاشياء اللي احنا بنشتغلها عندنا في المصنع بنعرضها عندنا في المعرض. هلا هم مبدئيا احنا ما حنحكي للجمهور ايش الكيك، حنتركها يستنونا على ما يشوفوا. تمام. صندوق الوصف حتلاقوا فيه المكان اللي احنا فيه سيرينا كيك في عمان، عند اشارات لجبيها، مكان متخصص بكل ما يتعلق بالحلويات وبعض الاشياء الزاكي الموالح لاعياد الميلاد وغيرهم من المناسبات. اليوم موجودين معاهم، بنقول لكم اهلا وسهلا فيكم. انتم الحفله عليكم والتجهيزات علينا. الله يسعدك. اهلا وسهلا. الله يقويك. اهلا وسهلا. يلا يا طبعا هلا بابا مجهز لنا مفاجاه واحنا ما بنعرف فيها ابدا، يعني عن جد يعني بس عادي اني بنستنى نشوف شو حيصير. اصبروا بس علي، اصبروا علي، خليني اجهز لكم حتى افرجيكم. واحنا هلا بلشنا عيد ميلاد، هاي الكيكه والبشاره، هدول الاشياء. هاي الكيكه تاعتنا طبعا، هاي الكيكه اللي بابا جهز اللي اخترناها لعمو حكينا له اياها، وحطينا هذا الرقم 8 اذا مش مبين عندكم. سبعة. وآيس كريم هم غرزوها وبس. صعصع
كيكة آيس كريم زي ما اتفقنا. عشان الفطور كمان. إذا أنتوا جاهزين للمفاجأة بابا؟ آه جاهزين. طيب شو حتكون المفاجأة؟ شو حتكون يا ترى؟ إحنا شايفين إشي فيه زوم تقريبا. مين هذا الزوم؟ مين رح نحكي؟ خلينا نشوف المفاجأة اللي حتكون لإلكم هلأ يا بنوتات يا حلوات. مساكم الله بالخير. هلا الله يا سيدي النور. هلا هلا وسهلا. كيفكم؟ جوجو لولو فروس. الحمد لله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف ألف. كل عام وانتم بخير جوجو لولو. انتم بخير. انتم بخير. الله يسعدكم ويبارك فيكم. احنا اليوم حبينا نخلي مفاجأة عيد ميلادنا. السنوات الماضية كنا دائما نحتفل مع الناس. السنة هاي لأنه كورونا ولانه الاوضاع يعني عند الناس كلها صعبه قلنا حنختار عائله عمو خالد مقداد هم نحتفل معاهم اونلاين. اهلا وسهلا. مبسوطين جدا لانكم معنا. جبنا لكم الكيكه والاشياء الزاكيه حتى شاركونا فيهم لانه بكفونا وزياده كمان. ما رح ناكل كيكة بس رح نتفرج عليها بس. نبعث لكم يا تيك اوي تيك اوي. كيفكم يا عصوم وليد؟ هلا والله الفيديوهات الحلوة هاي الأخيرة ما شاء الله ترند دائما في الوطن العربي. الله يقويكم منها للأعلى يا رب. الحمد لله. وانتم فيديوهاتكم اشي خرافي بنحضرها والله. جنى كيفك؟ الحمد لله تمام. انتو كيفكم؟ جوجو لولو هيهم معاكي. خذي راحتك في الحديث السريع معهم. والله جوجو لولو كثير شئت لكم وان شاء الله لازم لازم نتقابل عن قريب ان شاء الله نتقابل. كل عام انتم بالف الف خير. جبناكم خروف صغير. السلام عليكم ابو سر. طلع طلع شوف على التليفون هون في اضاءة قوية ما عم يشوف. سناد يا ولد مين هذا فروس؟ مين هذا؟ مش عارف مصدر الصوت لسه. يلا نغنوا ليلى. توت توت اخر العنقود حيوا حبيبي سنود. توت توت اخر العنقود حيوا حبيبي سنود. الله 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 الله. بدنا نغني لكم هابي بيرثدي. هاي شو اسمه؟ يوم ميلادك. يوم ميلادك يا حلو. يلا يلا معناته خلينا احنا نطفي الاضواء ونعمل الشموع ودنيا. لحظه شوي اصبروا علينا. يلا واحد اثنين ثلاث. يلا. يوم ميلادك يا حلو. طفيناها من عنا. يبارك فيكم. طبعا بيعزكم كمان. هاي شمعات الكيكة. هاي احنا ما هاي من عنا. احنا كمان هاي عنا شمعة هلا راح نطفيها. يلا واحد اثنين ثلاثة.
الله يسلمكم بارك فيكم سعدنا فيكم كثيرا حبايبنا كل عام وانتم بخير وان شاء الله باذن الله تعالى نشوفكم باعلى المراتب ودائما كل ايامكم افراح ومسرات يا ربي وان شاء الله على قريب نلتقيكم في واحدة اطول من الثانية ولا واحدة واقفة واحدة قاعدة ولا ايش شايف انا ايوه لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد لقناة يبانو ليليان لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي راح تلاقوا الرابط تحت في الديسكريبشن ونشوفكم حلقات تانية ومع السلامة ما بعرف كيف معلش اليوم فاتوا بيهم انبسطنا فيكم وإن شاء الله تعالى عن قريب نلتقيكم إن شاء الله بتخلص الكورونا ونزوركم ونزورونا احنا عمو خالد بدنا نشكركم باسم جوجو ولولو وفروسي وكل العائلة على مشاركتكم الطيبة معنا اليوم انبسطنا فيكم انبسطنا فيكم على السلامة مع السلامة هابي بيرثدي عيد ميلاد سعيد هابي بيرثدي كل عام بخير يا بنوتات كيف كانت المفاجأة؟ كثير حلوة بسطتوا؟ شو من نقول لعمو خالد والعصومي ووليد وجنى وجاد وإياد؟ شكرا كثير عنجد طيب نبلش فعالياتنا الصغيرة السريعة هذه على السريع ناكل الكيكة ونرجع لكم لا خلص ما حنرجع وبالنسبة لهدايا عيد الميلاد شو حنعمل فيها؟ الفيديو اللي جاي يوم الثلاثاء عشان انكم تتذكروا لأنه إحنا اليوم بس أول يوم نغير فيها ليوم الثلاثاء فعشان هيك احضروا لا تنسوا حطوا لنا سبسكرايب على هذا الفيديو إن شاء الله ولا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب محكاها إياد خلص حنختم عليها ختمها يلا إذن